أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد وأعظم به أجرا وأعلى به نفرا. أحمده سبحانه وأشكره على نعم تتوالى وآلاء تكرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ويمين أدخرها ليوم القيامة نفرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أشرف من علم وأزكى من ربى وفهم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم. أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي خير الوصايا وأنفعها وأولاها وأتبعها. وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أنه سبحانه خلقكم لتعبدوه، ووهبكم العقول لتضحكوا، وأنزل إليكم الكتاب لتتبعوه، وأرسل لكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتطيعوه.
عبد الله إن بعد كل شباب خرق ومع كل صحة زهق ومع كل حياة الدنيا موتى فخذ من شبابك لهرمك ومن صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو التعليم هو مفتاح التقدم وطريق النهضة وهو السبيل لاستشراق المستقبل بالتعليم تبنى العقول ويكون الإبداع بالتعليم تورث العقيدة الصحيحة والتوحيد النقي بالتعليم الصحيح يفهم المتعلم الإسلام فهما صحيحا متكاملا وسطا التعليم هو الذي يزود بالقيم والمثل العليا ويكسب المعارف والمغادر به الفرد عضوا نافعا التعليم هو الذي يحدد الهويه ويشكل الاخلاق ويضبط الثقافه ويحقق الاندماج في المجتمع الذي يحقق أهداف الخطط الدينية وسياسية واقتصادية واجتماعية.